ياه على دماغك دي، تصدق اقتنعت؟ حلو قوي، يبقى تجهز نفسك في الزيارة الجاية، تيجي بداية حلوة كده وناخد المأذون في ايدينا. أنا موافق، رتب كل حاجة لله دي. بجد يا فارس؟ طبعا. لا لا لا، أنت حبيبي هتحضن يا فارس، هتحضن حبيبي، هات عريس، حضن حبيبي عريس. حبيبي إيه ده؟ حبيبي أنا مش مصدق. يا نهار أبيض حبيبي، خلاص يا عريس هجوزك سبورة. يلا حبيبي، يلا عريس، يلا ما تخافش، يلا يلا فاش. يا فضلك يا رب، والله ما مصدق، أنا الدمعة هتفر من عيني. إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده؟ انت بتقفل علامة المفتاح يا فارس؟ ايوه بقفل عليه. الله، وفينا من كده ولا ايه؟ لا غلاب، يتقفل عليه باب المفتاح احسن، عشان تحرم تجيب لي سيره صبرة دي تاني. ماشي يا فارس ماشي، كل حاجه وليها ميزان. انا محبوس يا جماعه، انا فاهم محبوس. انا هتجنن يا فارس. فارس افتحوا الباب، افتحوا الباب. ماشي يا فارس. يا ساتر، صبرة دي كانت كابوس ونزاح، ولا زهدي بتاع الضرايب؟ يا وشه يقطع الخميرة من البيت، وقال ايه بيستغفلني ويقول لي ابن لنا مبلغ الضرايب على حسابك. يا سلام، ايه ده؟ الميه السخنه عندك تحفه. وايه السخان ده يا جدع؟ شلال؟ ايه؟ انت دخلت هنا ازاي؟ دخلت خلسه. انت بتستحمى عندي؟ اعمل ايه؟ الاوضه عندي ما فيهاش غير سرير ودولاب، هتستحمى في الدولاب؟ وانا مالي؟ انا مالي؟ انت سرقت الماستر كارد؟ لا، انا استحاله اكون حرامي، انا استنيت البنت لما دخلت تنظف ورحت داخل وراها على طول. يا سلام، ودي بقى مش سرقه. اعمل ايه؟ الغايه تبرر الوسيله. وانت غايتك ايه بقى؟ انا غايتي ان انت تدفع فلوس الضرايب، ابوس ايدك ادفعها وخلصني. وانت يا سلام بتستنصح عليا وعامل نفسك فاقد الذاكره، قال يعني هسيبك. لا لا، ما انا عملت فاقد الذاكره عشان البوليس يقبض على صبره. طب هتدفع فلوس الضرايب؟ طب ما تزعلش ما تزعلش، بص انا هقول لك على حاجه، انا هدفع الضرايب بس واحده واحده، اديني جاي. يعني ايه واحده واحده؟ حته حته، وانا هجمعهم مثلا. طب لما اتجوز هبقى ادفع لك. تتجوز ايه؟ البنت اللي انت كنت هتتجوزها البوليس قبض عليها. يعني هو مفيش عروسه غيرها؟ لا، والغريب بيتهموني انا في دمك. ما انت طلعت براءه يا عم اهو. بص قدامك 24 ساعه ما يخسوش دقيقه، تجيب لي الفلوس كلها في ظرف ابيض كبير كده، وانا هجيب معايا خمسه عشان نشيل الظرف الابيض، ما انا مش هشيله لوحدي. ماشي ماشي، بعدين ان شاء الله. ودلوقتي انت اتكل على الله، مع السلامه. مع السلامه. عايز حاجه؟ لا ابدا. يا ريت لو حسبتين كرفس اكون شاكر. مش عايز عيش؟ لا لا، انا عامل دايت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تعالى هنا دي اوضتي، اطلع بره. ما تسيبهاش. اطلع بره. يا سيدي دي بتشوي دوره ولا بتعمل ايه؟ دوره ايه يا بني ادم انت؟ دي عرافه، بتعمل شاي على الفحم عشان تعمل مود. عرافه؟ ايه جو الشعوذه ده؟ شعوذه؟ شعوذه يا جاهل؟ اسمه تنشيط سياحه. يبقى اكيد دي فكرتك. لا خالص، دي فكره فريده، انا عن نفسي شايف انها شعوذه اهو. بس هي قالت لي واقنعتني بقى ان الجو الفاني ده بيعمل جذب للسياح، فتعاقدنا معاها سنه كامله قبل التجديد. ايه ده يا جماعه؟ انتوا تعاقدتوا مع بتاعه الدره دي لمده سنه؟ دي عرفه مش بتاعه الدره، تعاقدنا معاها سنه كامله قبل التجديد. طب ما تقولوا لي يا جماعه، انا قريبي بتاع بطاطا نجيبه يفرش. يا ابني احنا واقفين على الكوبري عشان تقولي بتاعه بطاطا، انت عايز ايه؟ عايز ايه؟ قبضوه الاول وبعد كده ابقى هاته. يا بني ادم، ما احنا جايبينها عشان خاطر نشتغل فاحنا نقبض. لا بقول لك ايه، سي تغايزون. لا 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 لا، باشا سيب الكلام ده. لا لا خش وزير دي على نفسك. لا بقول لك ايه، الزم حدودك. لا انت التزم حدودك، انا اكبر منك هنا في مكان. بانطالون فيزون. لا بلاش الموضوع ده، بقول لك الله. طب 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 كرواسون ساليزون. ايه اللي انت بتقوله ده؟ بالسرعه دهب، ما هو هبل بهبل بقى. الله، ثم انت سايبه هو جاي تمشي عليا انا؟ لا ما يطلعش منك الكلام ده برضو. عندك حق، انا المفروض ما انزلش المستواه. ثلاث ثواني، ثلاث ثواني وما لقكش في المكان. حاضر. مش انت هو؟ اتفضل. الوازون. اتفضل. وانت؟ ايوه الوازون. حاضر. يعني امشي امشي انت كمان. لا يو اي بي بوف بوف بوف. اكسكيوز مي بليز. يا ان شاء الله بالدولار هو ده. ثانك يو ثانك يو. ازيك يا فندم، ممكن كوزين؟
مس ادهم. مس ادهم ايه؟ مش كفايه الناس فاهمه ان انت بتشوي دره؟ ومن ساعه ما جيتي مفيش غير الغلبله اللي انت قاعده بتلعبيها افلام. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ما تجننيش. الله اعملي اي جو شعوذه. جو شعوذه يعني عفركوش ابن بردقوش، هكونه مطاطه، اي حاجه بس هاتي زباين. ايوه كده، اديني جو كده، هكا هوكا هيك، اي حاجه. هات ايدك. تعملي ايه بايدي؟ هات ايدك، انا مش هخطبك. هات ايدك. هتريني الكف؟ هقرا لك النصيب. طيب بص، انا اول مره بصراحه اعمل الموضوع ده. اتفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. غير. طب خليها كده والله عشان بغير. اتفضلي بقى، معلش ارفعها. اهو انت هتنامي ولا ايه؟ شش. حاضر. خط العمر طويل. ربنا يطول عمري وعمرك. قولي امين. امين يعني هتبقى كركوب بس كيوت. بس خط الحب قصير. ده بقى شيء اللي مجنني وخايف منه. بتحبها وهي مش حاسه بيك. عرفت منين الكلام ده كله؟ ده انت ولا سرير اللي ماسكه جي بي اس؟ لسه. ايه؟ ايه؟ قربت تستوي بين يديك. بجد؟ هتجيك على رجليها. انت عرفت الكلام ده كله من هنا؟ قول امين. امين؟ هتفضل وراها لغايه ما تتجوزها. امتى؟ سوي هيك؟ لا انا كده بوقف ميكروباص. شش. حاضر اهو. واحد اثنين ثلاثة، دقيت الساعة بالليل. انت كده بتنايميني يا امي. شش. حاضر خلصنا. بعد خمس نقاط. بجد؟ يعني خمس ايام؟ خمس ايام، خمس اسابيع، خمس شهور، خمس سنين، ما بعرف. لا بوس ايدك، ركزي كويس بس. خلاص شيلي. امك ده عيالك وحتنولي اللي في بالك. ده انت تكتبي اغاني يا ست البنات. بص عشان تبقى عارفه بقى. بص بقى علشان تبقى عارف. ايوه. فريده خلاص رجعالك اوام. اللهم صل على النبي. خدي بقى دولت. خلاص الله يبارك لك ويصلح لك حالك وحالي، وان شاء الله اول واحده مدعوه في الفرح واشيل عيالك. انا عاجبك قوي فقرات التكاتك يعني. 300 جنيه. ده مرتبي كله. بقول لك. ليه؟ مس فارس فين؟ مستر فارس. بس انت عرفت منين مستر فارس؟ عرفه يعني. هتلاقيه كده بص، واحد ماشي هيبه شكله زي القمر بيبرق كده. هذا ده ايه؟ وجه؟ ايه ده؟ مستر فارس. يا ادهم ازاي؟ انت بتعمل ايه؟ بتشوي دوره؟ انت عارف انا ما اكلتش دوره من امتى؟ من الاعداد ايه؟ اشوي لي كوزين ونب. لا كوزين ايه؟ سوري ما شفتي بطحاني. يا حبيبي دي عرفها يا فندم، عرفها. اقعد معايا كده يمكن نعرف الدنيا هتمشي ازاي. لا ده ما مصدقش في الحاجات دي يا عم. جرب احنا عايزين نورس ونخلص. واحد بس اجلس. اتفضل سيبكم مع بعض يا فندم. اتفضل يا فندم. اقعد بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. هات ايدك. ليه؟ عشان اخطبك. يا ريت. هات يدك يا اخوانا. يا اخوانا حد يفتح لي، انا سني كبير ومش بتاع الحركات دي. الله، انا عمال اخبط من الصبح والكل منفض لي، ولا عشان الاونر بتاعك هو اللي حابسني؟ تمام كده، حلو قوي. ماشي يا رجاله. ايه ده؟ عرافه في الاوتيل؟ الله، كمان زكريا وطلع كف الفارس. ده بيحصل وانا محجوز هنا. حاضر يا فارس ورسول الله. ماشي. يا جماعه عيب، انا عايز اخش الحمام. اعطيني يدك، عندك مشكله كبيره، وكل ما مرق الوقت تزداد خطوره. فعلا محتار بين قلبك وعقلك، ايش تختار؟ فلوسك ولا مشاعرك؟ الله الله، لا ده انت جامده قوي بجد. بقالك كتير تدور على اللي تحللك عقدتك، وهي قدامك بس انت مش شايفها. لا والله العظيم شايفه كويس. انت؟ انا بقدر الجمال قوي. وتقدر تشتريها وتفرح بيها. اشتريها؟ اشتريها بايه؟ اللي قلبك يقول لك عليه. اول حرف من اسمها فاء، واخر حرف من اسمها التاء المربوط. فاء تاء مربوط. فاء تاء فتاء فتاء. هجي لي فتاء؟ لا، اول حرف فاء واخر حرف تاء مربوطه. هتضل بحبك مربوطه. لا في حاجه مش مظبوطه. لا انا مش فاهم.
اشتريها ازاي يعني؟ اقول لك اشتري حب وتفضل تخدم تحت رجليك. لا استني بقى، والله رزقك واسع. اللي اهم من فلوسك انه تسمع كلام عشان تعيش في ثبات ونبات وتخلف صبيان وبنات. بصي انا يعني بقالي سنين بسمع الجمله دي وطول عمري ما فهمتهاش. انت عارفه يعني ايه ثبات ونبات؟ لا. خلاص اشولنا ربع كفته مس فارس. عادي. ياه بسم الله ما شاء الله، نايم نومه كانك نايم في البريزيدنشال سويت بتاعنا. زي النومه اللي باذن الله هتنامها في السجن بسبب تيولك. طب يلا يلا قوم نام في اوضتك. ايه افراج خلاص؟ خلاص، بس حسك عينك تجيب لي سيره صبره دي وفيلم باب الحديد اللي كنت عامله لي ده. لا لا خلاص، مدام صبره مش عاجباك انا شفت لك عروسه تانية. مين دي بقى ان شاء الله؟ كنت مديها ايديك ومسلمها نفسك يا دون جوان. زينة؟ هي اسمها زينة؟ يبقى زينة 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 العرسان. انت ايه جدع انت؟ عاوز تجوزني عرافة وكمان غجرية؟ ومالها العرافة؟ دي زي فلقة القمر وهتخليك تورث، ده غير انها هتسليك بقى، تقرا لك الكف، تضرب لك الودع، تضربك بفظة في دماغك اتخلصت منك، انت عارف الحب يحب الاكشن. يظهر بقى ان انا اللي هعمل لك اكشن واحبسك في الاوضه دي شهرين. اقول لك ايه يا فارس، ما تطيرهاش زي العرايس اللي قبل كده، خلصنا بقى. خلاب ايه؟ انت جعان صح؟ عرفت ازاي؟ انا هفتان. حسيت بيك. تيجي نتعشى؟ نضرب بانيه. ماشي هجيب لك لحمه وكبده وفتح. لا 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 لحمه وبتاع، هتاخد اكلك في ترابيزه ثانيه، انا بانيه، صينيه بانيه، نضرب بانيه. على شغلك. اسف استاذ، اسف. اكسكيوزي موا مادموزيل، ممكن تقري لي الكف وتوريني العروسه اللي هتجوزها؟ تبغاني اقرا لك الكف ولا ادخل لك النت؟ افوت الفيسبوك ده ولا الانستجرام ولا السوشيال ميديا بتاعتكم؟ ممكن تقري لي الكف وتوريني العروسه اللي انا هتجوزها؟ هويني. الو. لحظه لحظه. حلو كده ولا انا بهوي على نفسي ولا ايه؟ بقول لك هويني هويني، انقلع يعني انقلع. استغفر الله العظيم. ايه اللي حضرتك بتقولي ده؟ عيب. امشي. انقلع ايه دي؟ دي دي دي. الو. ايوه يا ست فريده. شفت استاذ فارس وقريت له الفنجان. اسمعي يا بت، الراجل ده بيحبك. لا انا عارفه، انا زينه، اعرف كل حاجه.
وقريبا قوي راح يتجوزك. وقولي زينة قالت باي. نصيبك. طب ايه رايك بقى هتسجن بالعند فيك؟ يلا سلام بقى غلاب. صباح الخير. صباح النور. قاعد لوحدك كده سرحان مأمور الضرايب منه هربان. هتغنيها لي كمان؟ انت ايش عرفك بقى؟ وشوشت الودع وقال لي حكايتك يا جدع. النبي ايه؟ وقال لك ايه بقى الودع؟ قال لازم تتجوز فريدة عشان تعيش سعيد وسعيدة. اشمعنى بقى فريدة؟ شوف الودع اللي بيقول البنت بتحبك وقلبها مليان حب وحنان. اللي انت مين بقى يا زينة؟ وايه اللي حدفك علينا؟ قادر تحفظ السر في بير مهما كان خطير. انا من الغجر وهربانة من نزير. وتنفع امير؟ مين نزير ده؟ ابن عمي المشراني الكبير عايز يتجوزني بقاله سنين واهل القبيلة موافقين. وانت بقى هتقولي لي قلبك وعقلك مش موافقين صح؟ مش عايزة تتجوزي ليه؟ أنا ما بحب أتجوز غصب، يعني إذا بدي أتجوز بتجوز عن حب. يعني أنت قلبك مشغول بقى بحد تاني؟ أنا مشغولة بالرقص. رقص؟ البنت الغجرية يا تطلع رقاصة يا حرامية. لا خليكي في الرقص، الرقص حلو. طب أنت لو لقيتي حد غير ابن عمك ده ممكن تتجوزيه؟ مين يقبل بيا وأنا هيك؟ هيك إيه؟ انت قمر. انا زينة. انت تقبلي تتجوزيني؟ بس تعرفي ترقصي؟ ارقص الزين الزين. عين العين. اتفضلي يا انسة فريدة. حساب الاكل 120 والتبس 10. تبس ايه؟ مطعم؟ لا التبس بتاعنا. ايوه كده، ربنا يخليكي لينا يا رب. اخيرا. اتفضل. 120. ما اسمعش صوتك. والله انا قلبي كان حاسس. طب ما تخليهم معاكي عشان لو محتاجاهم في اي حاجه ليكي. انت هتبقشش عليا؟ يلا خد بعضك وامشي. والله حرام عليك اللي بتعملي فيا ده، انا زهقت. انا سمعت ان انت عزماني على الغدا، الكلام ده بجد؟ بجد. طيب يعني حلو قوي. اتفضل. بسم الله. بس ممكن اعرف يعني ايه سبب الرشه الجريئه دي؟ اصل انا فرحانه، حبيت ان احنا هنحتفل مع بعض وانا في المود الجميل ده. انت عارفه وانا كمان لما اكون فرحان ببقى نفسي اكون معاك. تمام، بس حاول ما تخلصش الاكل كله يعني. حاضر. قولي لي بقى ايه اللي مفرحك؟ زينة العرفة. مالها؟ قالت لي ان انا هتجوز بعد 5 نقط. نقط ايه؟ مش عارفه، بس المهم ان انا هتجوز وخلاص. اللهم صلي، اللهم صلي على النبي. ايوه بقى. ما قالتليش هتجوزي مين؟ طبعا قالت لي. امال انا فرحانه قوي كده ليه؟ اسمه ايه؟ ايه؟ اسمه ايه؟ فارس. الله اكبر. ميه. لا ميه فين؟ ميه. ميه مش قادر. مش قادر انا. ليه بحق اله النبي 5 نقط في الذره؟ انا؟ لا زين العرافه. زين العرافه. بحث. زين العرافه. انا مش فاهم انا. وجايباني فرحانه بس مش عايزه اكل حاجه حلوه والله. اسكت.